التدخل العسكري الروسي في سوريا يواصل إثارة ردات الفعل القوية. في بروكسل نادد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ بما اعتبره تصعيدا مقلقا من روسيا، مضيفا في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي أن الحلف سيعمل على تقييم آخر التطورات وانعكاساتها على أمنه. أما وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون فقد استبق الاجتماع بتصريحات لم تكن أقل حدة، إذ قال إن التدخل العسكري الروسي في الحرب في سوريا جعل الصراع أكثر خطورة في وقت يجب على روسيا أن تستخدم نفوذها لمنع نظام الأسد من قصف المدنيين. وفي وقت يقول فيه نظام الأسد إن قواته تحرز تقدما على الأرض على حساب المعارضة، تفسر الولايات المتحدة ذلك بالقول إن الحشد العسكري الروسي المساند لنظام الأسد يتنامى بريا وجويا. فمندوب الولايات المتحدة في حلف الأطلسي أكد أن موسكو تمكنت من تنفيذ انتشار عسكري مؤثر جدا خلال الأسبوع الماضي في شرق البحر المتوسط وفي قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة جيشها في اللاذقية، وأن تلك التعزيزات شملت قوة برية في حجم كتيبة بحدود 1000 جندي ومدفعية وقدرات صاروخية بعيدة المدى وقوات دفاع جوية. وأمام هذا التنامي واشتداد الضربات التي أوقعت قتلى وجرحى من المدنيين، أوضحت الخارجية الأمريكية أنه لم يتم اتخاذ قرار المضي قدما في إقامة منطقة حظر جوي قرب الحدود السورية الجنوبية مع الأردن، في حين كانت شبكة CNN قد أكدت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد عارض الفكرة قائلا إن السبيل لحل أزمة سوريا هو إجراء انتقال سياسي يتنحى بموجبه الأسد عن السلطة. سارة بن عيشوبة، العربية.